النهاردة هتكلم عن نسبة كبيرة من المسلسلات اللي رشحتها قبل رمضان. هتكلم عن المسلسلات النص الأول اللي هم 15 حلقة بس، بعد كده هقول رأيي الغير كامل في المسلسلات ال 30 حلقة لحد ما يخلصوا. لحظة غضب ده تاني مسلسل اتعرض بالنص الأول في مسلسلات رمضان، واللي كنت حابب اتفرج عليه ورشحته للناس، وحماسي للمسلسل كبر أكتر لما عرفت إن المخرج هو عبد العزيز النجار والكاتب هو مهاب طارق، لأن هيكون في عيون جديدة في الكتابة والإخراج طلع الشيء بشكل مختلف. وفي الحقيقة اللي يستحق التحية على ده جدا هو المنتج الكبير طارق الجنايني، دايما بيقدم وجوه جديدة وشابة للناس من خلال التمثيل أو الإخراج أو حتى الكتابة، وهو اللي كان أنتج مسلسل حالة خاصة وفيلم الحريف، حاجات بتدعم وجوه جديدة من الفنانين. حقيقة أتمنى ده يزيد أكتر في المستقبل، وكل واحد موهوب ياخد الفرصة اللي يستحقها. وفي كل المجالات عموما أنا حاسس إن في انتعاش، موجة جديدة من الممثلين والكتاب والمخرجين، وده مخليني متفائل جدا. المهم أنا بحكي كل ده عشان أقول مش معنى إن صناع العمل قرروا يقدموا حاجة جديدة وما توفقوش ده معناهم إنه فشلوا، بالعكس تجربة بتعلم وبتخليهم قدام يكونوا أحسن. طول ما بنجرب وبنحاول نعمل حاجة جديدة أكيد هنلاقي نتيجة إيجابية قدام. هتكلم بكل صدق، وللأسف هيكون في كلام سلبي كتير عن المسلسل، ده مش معناه إني بهاجمه أو بقول إن هو أسوأ حاجة اتعملت ومحدش يتفرج عليه او انه فشل. انا بقول ده بكل حب عشان عايز التجارب اللي بعد كده تكون موفقه اكتر. مسلسل بصراحه كان مفكك في حاجات كتير قوي، منها بنى الشخصيات وتصرفاتها، حاجات كتير كانت ضايعه ضبابيه عن اهم شخصيه واللي المفروض اتعلق معاها واللي هي يمنى، بس للاسف كان مهتم بالحبكه وازاي يفاجئني. في رايي هو اصاب في حاجات كتير في الكتابه كانت ناقصه علشان تخليه واخد حقه ويطلع بشكل افضل. بصراحه حاسس ان كان في استعجال في الكتابه في اوقات، وكمان اخراج المسلسل حاول يلعب بتون جديد وجميل بس ما قدرش يعمل التوازن ده للاخر، مش عارف، بس للاسف كان في عوامل كتير قوي ضعيفه. اكتر حاجه كانت شايله المسلسل في الحقيقه هم حاجتين، التمثيل وبعض الكوميديا، في اغلب الوقت ما بتبقاش ظابطه، بس طبعا في حاجات كانت حلوه جدا في الكوميديا وعجبتني. لكن بالنسبه لي اللي كان بيشيل مشاهد بجد هي الموسيقى، عجبتني جدا بشكل ما يتوصفش. الموسيقى بالنسبة لي علت من مشاهد جدا وشدت المشهد منتجيا وخلته أفضل بكتير. ولما حبيت أعرف مين اللي عامل الموسيقى اتفاجئت، لقيت حد اسمه كريم جابر. عرفت إن كريم جابر ده هو الويلي، ولو ما تعرفش الويلي فهو جاي من عالم الموسيقى الديجيتال الراب، وعمل أغاني كتيرة حلوة وجميلة، وكمان كان عامل الموسيقى التصويرية لمسلسل سفاح الجيزة. بس بصراحة الموسيقى دي عجبتني أكتر بكتير من سفاح الجيزة. في الحقيقة من وهو بيعمل أغاني وأنا بحب موسيقته جدا، كانت دايما مميزة ومختلفة. في الحقيقة هو مميز جدا وموهبة استثنائية في الموسيقى. أنا حابب أعرف رأيكم عموما في الموسيقى جدا، ودلوقتي بقى عايز أتكلم على الحاجات اللي عجبتني في المسلسل، ومنها أكيد الجونرا بتاعت المسلسل اللي هي كانت جريئة ومختلفة جدا وقدمت شيء جميل ولطيف. ودي أهم حاجة بالنسبة لي، إن صناع العمل يحاولوا في شيء جديد حتى لو ما حلفهمش التوفيق. فكرة الديدلاين ومعاد التسليم دي حاجة صعبة جدا، خصوصا في مجال فني زي الفن والدراما، واعتقد ان المسلسل ده كمان عانى من نفس مشكلة مسار اجباري، سرعة من ناحية الكتابة والتنفيذ. حاسس ان المسلسل كان هيكون احسن برضو لو خد وقته في الكتابة والتنفيذ، بدليل ان اول حلقتين عجبوني جدا، كنت مستغرب من اللي بيحصل بس مبسوط ومكمل باهتمام جدا. وبالنسبة لي اول مشهد بتاع الحلم ده كان عظيم جدا، كان مديني إحساس إني داخل على حاجة فيها كم من العبس والحاجة الغريبة بس بشكل ممتع وجميل. في الحقيقة كده أنا خلصت رأيي، وأتمنى التوفيق في اللي جاي لمهاب طارق وعبد العزيز النجار، وبشكر تاني جدا المنتج طارق الجنايني إنه دايما بيقدم مواهب جديدة تستحق إنها تعبر عن نفسها وتقول قصص جديدة. أشغال شقة بقى مش هتكلم عليه كتير، لأن بكل بساطة عمل كل اللي انت منتظره منه، وهو انه يضحكك. المسلسل لطيف جدا وقدر في أوقات كتير انه يضحكني، متنفس بشكل حلو أكيد، وأكيد الكتابة كانت على أعلى مستوى، لأنه من كتابة خالد دياب اللي هو مخرج العمل، وكتابة شيرين دياب كمان اللي كانوا السنة اللي فاتت كاتبين تحت الوصية، فأكيد كتابة جميلة ومحترمة. وكمان نوع الكوميديا اللي فيه ده اللي أنا بحبه، تمثيل الكوميدي من هشام ماجد ومصطفى غريب كان خطير جدا وعجبني. برافو جدا ومبسوط لنجاح المسلسل. فكرة مسلسل كوميدي 15 حلقة بصراحة اختراع جميل،
واتمنى كمان ان خالد نور يكون حلو، لان بحب هشام ماجد وشيكو جدا. كده انا كلامي خلص عن اشغال شقه، وفي الحقيقه ما عنديش حاجه تاني اقولها غير اني حبيت المسلسل وكنت مبسوط وانا بتفرج عليه. اما بقى مسلسل الحشاشين، قبل ما ابدا واتكلم ما اقدرش اقول رايي بشكل كامل لان المسلسل لسه مخلصش، بس في الحقيقه ومن ال15 حلقه اللي اتفرجت عليهم فهو اكيد شيء محترم جدا ومتعوب عليه، وكويس جدا انه اتعرض السنه دي مش السنه اللي فاتت، لانه كان هيخسر كتير جدا في كل عناصره. المسلسل عجبني جدا لحد دلوقتي، واكيد كل العناصر السمعيه والبصريه في اعلى مستواها. الموسيقى التصويريه عجباني جدا، وكتابه عبد الرحيم جمال شيء جميل كالعاده. كريم عبد العزيز عامل دور عظيم جدا، دور مهم في تاريخ الدراما المصريه. في حاجات كتير مفتوحه ما اقدرش احكم عليها بشكل نهائي، والحقيقه كمان ما اقدرش انسى الاخراج اللي على درجه عاليه جدا من بيتر ميمي، لكن بصراحه عندي تحفظات في حاجات زي مصير وحكايات الشخصيات، حاجات ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي بشكل خاص ولا عايز اخش في تفاصيل اكتر، بس زي ما قلت المسلسل عجبني جدا وكل اللي بيحصل فيه من كل جوانبه على اعلى مستوى. وتعليقا بقى على اللغه، في الحقيقه ما عنديش مشكله في اختيار اللغه العربيه الفصحى او العاميه، لان هي رؤيه مخرج، ولو ان انا شخصيا كنت احب انها تكون لغه عربيه فصحى، مش لازم تكون صعبه ومعقده، بس المسلسل في معظم الوقت ما كانش بيضايقني باللغه العاميه، لكن في اوقات تاني بيفصلني جدا عن المسلسل واجواءه، خصوصا مع مجموعه المحاربين في الاول. المسلسل فيه حاجات كتير حلوه هتكلم عنها في حلقه في اخر رمضان لو عرفت. قولوا لي تحب اعمل حلقه للحشاشين فقط ولا للنص التاني في رمضان، ولا تمام كده لحد دلوقتي رمضان وارجع انزل عن افلام ومواضيع مشوقه جدا ومتحمس ليها وحابب جدا انكم تشوفوها واشاركها لكم. احب اعرف رايكم في ده. سمعت صوتا هاتفا في السحر. واخر مسلسل بقى، بكون مستمتع جدا ومبسوط وانا بتفرج عليه، المسلسل اللي كنت مرشحه وعجبني جدا 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 بس مش هعرف اتكلم عنه بشكل كبير، وهو امبراطورية ميم لخالد النبوي. حبيت المسلسل قوي بصراحه، قدر يخليني افصل عن كل حاجه وابقى مستمتع وانا بتفرج عليه، من اكتر الحاجات اللي استمتعت بيها رمضان ده حقيقي. لما بعوز افصل بروح اتفرج عليه، واحب اتكلم عنه في حلقه خاصه لو نزلتها. اهلا يا عصابه بحبكم، عشت وعشت وربيت، ضحكه وفرحه اليوم بيفوت، حسكوا حسكوا في البيت، مشاكلكوا عسل على الروح مبسوط. انا عديت بقلوبكوا البر امان. كده بقى انا خلصت كل حاجه، حابب بس اتكلم واقول عن حاجه مهمه، هو ان عملت القناه دي عشان اعبر بيها عن الحاجات اللي بحبها واثرت فيا من الافلام والمسلسلات، مش علشان اقول رايي بشكل نقدي، لان في الحقيقه متفهم اي صانع عمل وان هو بيتعب جدا عشان يطلع حاجه كويسه، ويكون متوقع دايما ان هي تكون اكتر حاجه ناجحه، فما احبش ان يكون دوري ان اسخر من عمل او اعيب فيه. في الحقيقه ان في ناس تاني بتعمل ده احسن مني بشكل نقدي، في وجاهه واحترام لعقليه المتفرج، ودول انا بقدرهم جدا وبحبهم. في النهايه دي كانت كل المسلسلات اللي انا شفتها وحبيت ان اقول رايي فيهم، ومبسوط بترشيحاتي اللي شفتها انها هتكون كويسه، ممكن تكون خيشت في حاجات بس ده طبيعي، ومبسوط بنجاح كل مسلسل حاول يجرب ويقدم شيء جديد. ولو انت بتشوفني لحد دلوقتي شكرا من قلبي، واعذرني لو صوتي واطي او مفهوش حماس. اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، كل سنه وانت طيب. Thank you.